المادة كانت زفت، حلتي حلو خالص. برضو دكتورين اللي بيدونا المادة دي، واحد بيكرر صباح الفل والتانية برضو كرييتيف زي الزفت يعني. بنا سماحها بقى جابت الامتحان ما يتحلش، او انا مش عارفة، انا بصمت بس الوقت ما كانش مكفي ان انا ابص على المنهج. قلت ان انا كنت مذاكره كويس قبل كده، فايه ان شاء الله هفتكر. افتكرتش حاجه، الجزء اللي انا كنت مذاكراه قبل كده على كتفي والجزء اللي انا بسمره هو ده اللي حليت فيه حل. بس مش عارفه بقى هل انا اللي استهبلت ولا هل فعلا الجزء بتاعها هي اللي صعب وانا ما عرفتش حل كويس، ولا ايه مش عارفه. يعني انا لحد دلوقتي انا مش عارفه هعلم في الكراسه ايه، اخضر واصفر ولا اخضر وبرتقاني، ولا برتقاني واصفر، ولا هعمل ايه. الدكاترة اللي بتقول انا انتوا اللي غلطانين، انتوا اللي ما بتذاكروش من اول الترم، دي اللي بذاكر من اول الترم وما حلتش، نفكنا بقى. فدلوقتي في الستوري اللي جاية هعمل زي اسك كده، هاخد رأيك في الموضوع يعني، وانتي اللي هتقرري هل انا اللي استهبلت ولا هي كانت فعلا صعبة وعلم عليها برتقاني وهي اللي استهبلت مش انا. هاخد رأيك في الموضوع ده وعلى اساسه هحط بقى في الكراسة. بما ان رأي الاغلبية كان ان انا حط اخضر وبرتقاني، تستغربي صوتي ان انا لسه صاحية، اذا فليكن. الجزء الاولاني من المادة كان برتقاني، والجزء التاني منها اخضر. ربنا يستر في المادة الجاية. مع اني بصراحة حاسة ان انا اللي استهبلت فيها، بس عديها عديها كده. فاضل 9 مواد.